اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله مع بعض احنا نعملوا العرايش. لهذه الوصفه نستحقوا 3 كيلات تاع لافارين وكيلة ماشي معمره نتاع سمن وزبده. انا عملت موتي موتي، موتي تاع السمن وموتي نتاع الزبده، بيان سور ذوبتهم ويكونوا باردين. وهنا عندي شويه ماء وما زهر باش نكمل نطم العجينه ديالي، وقرصه صغيره تاع الملح. العجينه برك هذا ما كان، بسم الله، يكونوا دايبين وباردين سورتو، ما لازمش يكونوا سخون. بسم الله، غير بلا نبسو هذيك لافارين تاعنا، لازم نبسوه مليح مليح، والزبده والسمن هذا كيدخل كامل في لافارين. يعني لما تواجدش عندكم السمن استعملوا زبده التوريق، زبده التوريق ثاني تجي مليحه من هذا النوع من الحلويات، تجي ثاني مليحه. نستعملوا يدينا للزوج باش نبسو لافارين، كل واحد الطريقه ديالو. يعني اذا ما تواجدش عندكم السمن تقدروا تعودوا ثاني تعملوا 3 معالق ولا 2 معالق تاع الحضو، ولكن ماشي حاجه غير ضروريه، يقولوا باش يعني تجي هشيشه، ولكن فريمون صراحه ماشي ضروريه، ماشي ضروريه تماما. كيكونوا مستعملين السمن لاباط تجينا هشيشه وتجي شابه، يعني اكيد اذا الخدمه ديالي يشهدوا ويعرفوا. فوالا شوفوا، ما لازمش نخليو هذوك لي كريمو، نحكوهم هكذا بيدينا كيما الطعام، نحلوهم كامل، نعبو من وقتنا شويه وحنا نبسو فيهم. انا هنايا عملت كميه تاع 60 حبه، جاتني ابيبري 600 غرام تاع لافارين هكذا. كي نشوف هذا اللي تبست مليح مليح، عاد نقلم فيها بالماء والماء زهر ولا غير الماء زهر ولا غير الماء كيما تحبوا. اكيد يعني يكون هذا النوع من الحلويات صافي يعني يكون كاين الكو تاع المزهر سيميا. بسم الله، ونبدا هكذا نلم، ما نعجنوهاش، نلمو برك هذا المكان في الاخير، عاد نفرسو شويه. نزيد في الماء ونلم حتى نشوف القوام تاعها اللي نتمنى، ما تجيش ناشفه بزاف وما تجيش جاريه، يعني تكون عجينه طريه دوما تلتم. انا من بعد ما تمت لي مليح يعني نستعمل هذا يديا للزوج ونحاول نلمها هكذا بيان هذيك العجينه ديالي هكذا، يعني بلا ما نفرشوا في العجين غير نلموها بالعقل هكذا. هنا من بعد ما لميتها مليح ونتاكد انه العجينه تاعي راهي طريه، ناخذ هكذا شويه نعملوا ان بتيت بول هكذا. كي تكور عندنا من غير لي غريمو نعرفوا باللي لا بات راها مليحه، نعملوها دون ساك ونخليوها تريح اقل شيء اونار، اقل شيء ساعة دون ساك، ماشي في الخليط غير برا، نخليه سخون هكذا ونخليها اونار دو طون تريح. راح نروحو لهنايا لافارس ديالنا، نفس الشيء هنا عندي اللوز مرحي كيما راكم تشوفو، شريته واجد ماشي انا رحيته، ما نحمصوه ما حتى حبه، نحلوه غير شويه هكذا اون بودر. عندي 3 كيلات، نفس الكيله اللي عبرت بها لافارين هي نفسها اللي نعبر بها اللوز، هذا هو انا عبرت من هذا البول، هذا البول يرفد حوالي 300 غرام. نعمل عليها شويه القرفه هكذا، كميه مليحه لانه عندي بزاف، ونلم بالماء والماء زهر باغي، يعني العجينه ما نعملوهاش ناشفه بزاف، وكان نعملوها ناشفه بزاف يعني الداخل راح تجينا قاصحه، باسكو سون زوبلي بلي العرايش يعني ما يتعسلوش يعني يتسكروا، نعملو لهم السكر، كي نعملو لهم السكر اوتوماتيكمون الداخل تجينا ناشفه ويابسه، لازم نخليوها شويه يعني هكذا مرخوفه طريه باش الداخل تجينا يعني معسله هكذا. شويه تاع الماء زهر، كي نرش شويه بالماء زهر الخطره الاولى شويه برك هذا ما كان، نزيد الكيله تاعي تاع السكر هكذا، سكر عادي يعني سي با سكر بودر، سكر العادي. ونبقى نزيد في الماء والماء زهر حتى تتلم لي هذه لافارس ديالي.
نعجنو مليح مليح باش هذاك السكر تاعنا يذوب. هادو تعملو زاج دو سيترون الا حبيتو ولا لاباني، انا ما رايحش عندي لاباني، ما رايحاش متواجده عندي. ولا فارس دو بريفيرونس تعملوها الصباح تخدموا العشيه، ولا تعملوها في الليل ولا ما تخدموا بها باش هذاك السكر يذوب ويتعسل لنا في لافارس. دينا لافارس معسله، نعجنو مليح مليح هذاك لافارس ديالنا. هكذا انا هنا راها عندي مليحه كيما راكم تشوفوا، شوفوا ها هكذا راها مليحه، جيست راني نعجن فيها 3 ولا 4 مينوت، وانا نعجن فيها كيما هكذا باش تتعسل شنو بعدا تجيني معسله لداخل هكذا. فوالا هنا راح نروحو للتشكيل. انا هنايا وزنت لافارس تاعي بلوس لاباط، لاباط عملت فيها 30 ولافارس عملت فيها 20، وكل واحد شحال يعمل. انا هذا هو الميزان تاع الخدمه ديالي، انا ما راح نستعمل لا غلو لا حتى حبه، يعني غير هكذا نسرح لاباط تاعي مليح بيديا. انا نستعمل هاد البلاطو للخدمه باسكو ما يلصقلاش، اذا شفتو يلصقلكم استعملوا شويه تاع لافارين ما فيها والو. نعبي وحده تاع لافارس هكذا، نحرصوا انه نغطيوهم مليح هكذا فوالا. نرد هذا لهنا وهكذا نجي ونقفل، لازم نقرص، لازم نقرص عليهم هنايا باش من بعد ما يتحلوليش هكذا، لازم نقرص مليح مليح. لاباط راها عندنا مريحه، انا حتى كي وزنتهم هكذا شكلتهم وزنتهم زدت خليتهم يريحوا نص ساعه، باسكو من بعد باش شكلتهم يتو لازم نخليوهم يريحوا. هنا من بعد ما نقرصو مليح ونشوفو بلي تبلع نبداو نجبدو هكذا، نعطيوها هذيك لا فورم، نجبدو مليح ابري نقلبو هكذا. لازم نرقوهم شويه باسكو ما ننساوش باللي في الطياب راح يعاودوا ينتفخوا لنا هكذا. انا هنا عندي انتي التكنيك، نعمل صبعيه كي من هكذا وندور على صبعيه الميم سونس هكذا، ناخذ عليهم العبر باش يجيو كيف كيف فوالا كي من هكذا. ابري نكمل نسلمها الحبيبه كي من هكذا كيما راكم تشوفوا، ونحطها في البلاطو. بعد ما عمرت البلاطو ديالي كما راكم تشوفوا هكذا كملت كامل الحبات ديالي، انا راح نطحيهم في الفور على 160 درجه يطيبوا على غرضهم. عندي شالار تورلون الفور ديالو، اللي ما عندوش ادو طيبو من تحت وتعاود طيبو من الفوق عادي ما كان حتى مشكل. هنا راح نروحوا للكلاصاج ديالنا. هنا انا عندي 2 كيلو تاع سكر غلاس كما راكم تشوفوا هكذا، عندي نص كاس نتاع السيترون بريسي. انا بالنسبه للكلاصاج هذايا بزاف يسالوني، يعني اللي يعرفوا خدمتي في فيسبوك انستغرام، انا ضد الكلاصاج اللي فيه البيض تاع البيض. هنا نص كاس تاع ماء زهر، يعني ما نحبش الحاجه اللي فيها البيض وما طيبش، يعني انا ضدها تماما، وعندي سنين سنين وانا نستعمل هذه الطريقه تاع الكلاصاج ولا غبار عليها صراحه. الكلاصاج يجي رطب يجي هشيش ما شاء الله، بشهاده كامل لي كليون تاعي كامل اللي داقوا الكاطو تاعي. ونكمل بالحليب، هذا سمت فيه انا الكلاصاج تاعي، ما فيه لا بياض بيض ولا حتى حبه، نبقى غير هكذا نخلط ونعجن ونزيد في الحليب تاعي غير بالعقل، يعني اونفي اتونسيون باش ما نشمتوش. كما تعرفوا السكر غلاس يشرب فيت في، يعني فيت في حتى نلقاو ريسالنا عندنا سكر جاري، لا لا غير بالعقل هكذا حتى تتم عندنا. يعني في 2 كيلو عملت انا نعمل لعيني ميزاني، يعني صراحه باش ما نخبيش عليكم نعمل عيني ميزاني بصح هنايا يعني حاولت نعطيكم ابري. نحب الكلاصاج ديالي يجي سيترونى، يجي فريمون هكذا هذيك بنه الحموضه تاع سيترون فيه ما زهر ويجي طري، سورتو 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 تراوه. ما نحبش الكلاصاج اللي كي تجي تاكلي الكاطو يجي اون ديغي يعني حلوه يعني اصح، لا ما نحبش هيك هكذا. هنا غير بالعقل كيما العاده نعمل لا كولور اللي راني حابتها. هذا انا عجن فيه نخصو شويه، راني قريب
هنا من بعد ما نطبقوا مليح مليح كيما راكم تشوفوا، شوفوا ما لازمش يهود يجري، لازم يهود هكذا تقيل كيما راكم تشوفوا من هالطريقه هكذا. هنا كونوا سي بون الكلاصاج تاعنا راهو حاضر، نمشي نعمل الكولورون ديالي. انا راني حبات شويه غوز، هاد الملون اول مره نستعمله، راح نحاول نروح غير بالعقل باش نشوف باسكو ما نعرفوش. ابارامون اللي فرنسي، نروح غير بالعقل ونشوف. نزيد شوية كيلكو غوت، حتى ندخل هذاك الملون كامل الكلاصاج نتاعي. هنا راح نبدا في الكلاصاج الشرع على جاوليه هامليك، من بعد ما طابو كيما راكم تشوفوا ما لازمش يكونوا حموره بزاف، يعني يكونوا غير شويه جون يعني يدخلهم الطياب وخلاص. انا هذه الطريقه ديالي كيفاش نكلاصي، بسم الله هكذا ونهبط كامل هذاك ليكسيدون من هالطريقه. انا حاطين غري قدامي هنايا اللي نحط فيها باش يسيح منهم هذاك الكلاصاج، نهبط ليكسيدون كامل هكذا ونحط قدامي ونخليها تعاود تقطر في خاطرها، يعني ما نفورسيش نهبط كامل لو ماكسيموم نو، باش نخليه يهبط بوحدو يعني يجيني بيان هكذا. ونشوفوا عندنا ميزانة كي نكونوا نخدمو، كي ننفضو كي من هكذا هالطريقة تاع الخبط كي من هكذا ننفضو، يعني باش ما يكونش عندنا وسي لي بتي بول يعني ولا حاجة، ننفضو كي من هكذا حتى كي نشوفو بلي تو تي بون هكذا، ونحطو لهنايا بهذا الشكل هذا ونكمل نكلاصي كامل الحبيبات اللي عندي بنفس الطريقه. هنايا عاده يعني سواء تعملوه الصباح والعشيه يكون حاضر، ولا انا لا بلوبار دي طون نعمل لا فان لا جورني كي من هكذا ليها ابري 17 ونخليه يبات حتى لوندما باش نعمل التزيين ديالي يكون احكم روحو مليح. هذه الطريقه ديالي حبيت نشاركها معاكم، تاع الكاتو هنا انا راني نعمل فليفلاغ كيما راكم تشوفوا، عملت حاجه سامبل ماشي حاجه فريمون كبيره بزاف. عندي باتا سكر هنايا حمراء كيما راكم تشوفوا، انا هاد لومبورت بياس نستعملو اللي هو جوست ندوي هكذا، نحلو الباتا سكر رقيقه بالبزاف فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا رقيقه. ابري هاد ليبونج سبيسيال نتاع لي غاتو نرقوها، يعني فريمون حاجه ساهله ماشي حاجه فريمون كبيره هكذا. الاطراف نخرجوا للاخر هكذا فوالا حتى ترقاق لنا كي من هكذا. ابري كي ترقاق راح ناخذ من هذا نعصر عليها في النص هكذا باش نكمشها اون فادير شويه من هذا الطريقه، ونحطها ديريكتومون لهنايا ما نمسهاش كامل بيدي يعني ما نتوشيش بيدي فوالا كيما راكم تشوفوا تعطينا هذا الشكل هكذا. ابري بان نوتخ بانسو فيه شويه تاع الماء شويه شويه يعني برك هذا مكان باش نعمل العقاش في النص. هي نورمالمون كنت راح نعملو في الصفر ولكن ما بقاليش الصفر ابا عملته في الابيض. هذه هي الطريقه تاع لي فلوغ تاعي اللي زينت بهم نهار اليوم. هنا راح نروحو للمونتاج من بعد ما بات لي كامله الكلاصاج، راح نحيه معاكم يعني ما نحيتوش من قبل هكذا. شوفوا راح نحيلو كامل هذاك لي داغيغ هكذا بخدمي ولا حاجه غير بالعقل باش ما نقيسوهش، فوالا لازم يكون بروبر و بيان بان كوتو، نتاكد بلي راهو بيان من هنايا. هنا راني موجده لي كيسات ديالي هكذا بلوس هذاك الدونتيل باش نحط في لي كيسات قدامي. هنا من بعد ما كملتو حضرت كامل سكيلفو قدامي، هنا عندي لي فلوغ اللي حضرتهم من قبل معاكم، هنا عندي لابودو ناكخي، البانسو راح نخدم به، الكلاصاج راح نلصق به الورد، والفاي أرجون اللي راح نعملو كديكور. هنايا أول حاجة راح نعمل لابودو ناكخي هكدا، نرفد الحبة في يدي ياسيميو هكدا ونمسح مليح مليح.
انا مانيش حابتها فونسي، عندي لا بودغ روز بصح لو كان نعملها لا بودغ روز راح نفونسيها، وانا مانيش حابه نفونسيها، سي بور سا حبيت نعمل لو بلون باش تيكلير سا ان تي بو لا كولور، باسكو كنت حابه بلو كلار كو سا، مي خرجت لي روز سي با غراف، فونسي سي با غراف صافي ريان. وهنا نمشي نلصع لي فلوغ، راح نعمل شويه تاع الكلاصاج في النص، نعملهم كامل مع بعض باش نلصق ضربه وحده. تزيين يبقى اختياري، كل واحد اسم يحب يعمل. انا لي فلوغ خليتهم نشفوا شويه يعني، وهكذاك مازالوا يعني ما نشفوش بيان بيان بيان، مي صافا راح نزيد نخليهم يكملوا ينشفوا. لا باتا سوك كيما تعرفوا لازم لها وقت باش تنشف مليح، سا برون دو طون. كنت حابه نعمل لو تور تاع لي فلور بالدوري والديكور يكون بالدوري، ولكن لي بيتي بيرل ما بقاوليش الدوري، سي بور سا عملت ارجون، كي عملت ارجون ما حبيتش نعمل الدوري معاه باسكو صافي موش كمان. على الدوري مع الارجون ما راكبش شويه مع بعضها، فوالا يعني لمسه خفيفه. وهنا عندي الفاي ارجون، بما اني عملت تزيين ارجون البانس ديالي ما لقيتوش، يعني راح نعمل فيديو للاسف، سي با غراف راح نعمل كوتي واحد برك، هنا راح نعمل له هكذا. بالبانس سي ميو، نكمل الديكور تاعي هكذا، نحاول نلصقهم بالعقل يعني لمسات خفيفه برك ماشي بزاف. فوالا فوالا انا كملتهم كما راكم تشوفوا، انا عملت كميه كبيره يعني، ولكن هذا هو اللي صورته معكم كما راكم تشوفوا. نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم وتجربوهم، نلقاكم مع السلامه مع فيديو اخر باذن الله.